عايز اشرح لكم نقطة من الخلافات بيننا وبين البروتستانت، وهي مسألة الإيمان والأعمال. في ناس من البروتستانت تلاقيهم يتحمسوا جدا للإيمان لدرجة يحتقروا الأعمال، يقول لك الإيمان فقط، آمن فقط بالرب يسوع فتخلص، ويشددوا على الموضوع ده ويحتقروا أيضا الأعمال والجهاد، لدرجة بعضهم ما يحطش أمامه في الأعمال غير الصلاة فقط. وأسوأ ما قرأته في حياتي في هذا الأمر كتاب كانوا طلعوه خلاص النفوس اسمه محفوظون ومخلصون. للأسف انه لفيه بهماير، وفيه بهماير انتوا بتقروا كتبه في الشخصيات الكتاب وتنبسطوا منها، لكن هو لما يخش في العقيدة يلاقيه بروتستانت يقح، يعني على اخر مربوط. ده بدأ يهاجم حتى الصلاة، وقال لما تبطل كل حاجة وتبطل صلواتك وتبطل جهادك يبتدي ربنا يشتغل. كلام مش معقول. أنا عايز أقول شوية في حكاية الأعمال وبعدين أخش في الجد، يعني كمقدمة قبل ما أخش في الجد. أول حاجة ان ربنا في الدينونة في اليوم الاخير قال هيقسم ناس على يمينه وناس على شماله، فيقول للذين على اليمين كنت جوعانا فطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني الى اخر. ثم كل دي اعمال. ويقول للأشرار كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني. إذا كأن الدينونة جات في اليوم الأخير حسب أعمال. دي في متى 25 وحاجة محفوظة لكم كلكم. أو مثلا يقول الكتاب إن ابن الإنسان سيأتي في مجده ومجد أبيه مع ملائكة القديسين ليجازي كل واحد بحسب أعماله. ودي موجودة كتير أوي في الكتاب المقدس، موجودة في متى 16-27، وموجودة في متى 13، وموجودة في رؤية 22، موجودة في حتت كتير إن المسيح سيأتي ليجازي كل واحد بحسب إيه عمله. فإذا كانت الأعمال هي أساس المجازاة، يبقى ازاي الناس يحتقروها؟ والكتاب بيتكلم على ان الاشرار لا يدخلوا ملكوت الله، لا شتمون ولا قتل ولا ولا ولا، كل دي مجرد اعمال ممكن تضيع الواحد من الملكوت. اذا الاعمال ممكن تكون سبب للدينونة ويجازى الله كل واحد حسب اعماله. بالشكل ده يبقى فيه ثواب وعقاب نتيجة للأعمال. دي نقطة. تيجي مثلا في يعقوب الرسول يقول لك الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد الأرامل واليتامى في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس بالعالم. افتقاد الأرامل والأيتام دي عمل، وحفظ الإنسان نفسه عمل. تيجي النقطة تاني مثلا في كورنثوس الأولى 13، أخذ منها آيتين، يعني كورنثوس الأولى 13 ده الفصل المشهور عن المحبة، أخذ آيتين. آية في الآخر بيقول الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.
وبعدين في الأول قال إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا. إذن وضعت محبة وهي عمل من الأعمال أقوى من الإيمان، ومش بس أقوى من الإيمان العادي، أقوى من الإيمان الذي ينقل الجبال. يبقى حكاية إيمان وحده دي ما مش داخلة في تعليم الكتاب أبدا. وبعدين بولس الرسول لما جه يتكلم على الإيمان قال كلمة لطيفة، ولما جاب سيرة الختان والغرلة قال لا بالختان ولا بالغرلة، لكن الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان العامل. ما دام إيمان عامل إذن أدمج الإيمان في الأعمال. وبعدين يعقوب الرسول قال الإيمان بدون أعمال ميت، الإيمان بدون أعمال ميت. إذن لابد أن توجد أعمال كثمر للإيمان على الأقل. والكتاب بيقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. إذن كل إيمان لا يثمر ثمارا تدل على وجوده يبقى ملهوش قيمة، زي ما قال يعقوب الرسول إيمان بدون أعمال ميت. فاللي بيحتقروا الأعمال يبقى عايزين إيمان ميت ولا إيه؟ إذا كان حي يبقى إيمان عامل بالمحبة يبقى الأعمال موجودة. لكن ايه المشكلة بالنسبة لهم؟ يعني المشكلة يقول لك ان الخلاص بالايمان والتبرير بالايمان والمغفرة بالايمان والولادة الجديدة بالايمان والبنوة ربنا بالايمان، ويركز على الايمان كأن الحاجات الباقية ملهاش وجود. نيجي نفسر شوية في هذه الموضوعات علشان نفهم ايه حكاية الايمان والعمل، ونخش برضو في الايمان والجهاد. شوف، لكي نفهم موضوع الاعمال وقيمتها لابد ان نفرق بين 5 أو 6 انواع من الاعمال، عشان نشوف الكتاب لما بيتكلم بيقصد ايه. اول نوع من فيه 3 مرفوضين و3 لازمين عشان نبقى فير، يعني بنتكلم بعدل. يعني ايه 3 المرفوضين؟ اول حاجة اللي هي اعمال الناموس، وأعمال الناموس لا يمكن أن تخلص أحد. إيه المقصود بأعمال الناموس؟ المقصود بأعمال الناموس اللي كان اليهود بيفتكروا أنهم بيخلصوا بيها الختان، حفظ السبت، موضوع النجاسات والتطهير، ما تاكلش كذا كذا احسن دي نجس، ما تلمس كذا كذا احسن دي نجس، الاعياد، المواسم، حاجات زي دي يعني اللي هي اعمال الناموس، الغسلات. وبعدين كانوا يظنوا انهم يخلصون بهذه الامور، فجه الرسول قال لهم ما فيش حاجة دي ما تخلصكوش. ناخد غلاطية 3 مثلا ونشوف بيقول ايه.
بيقول لأن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله، فظاهر لأن البار بالإيمان يحيى، ولكن الناموس ليس من الإيمان. وبعدين في رمية 3:25 بيقول فأين الافتخار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. يعني مش هيخلصك أبدا الختان ولا السبت ولا المواسم ولا الأعياد ولا التطهيرات الجسدية ولا كل الحاجات دي. لا يوجد خلاص إلا بدم المسيح. لا يوجد خلاص إلا إيه؟ بدم المسيح. يبقى أعمال الناموس ما يجيش بيها خلاص. حتى ربنا في أول إصحاح من سفر أشعياء النبي رفض هذه الأعمال إن لم تكن صابرة عن نقاوة قلب، فقال لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر السبت نداء المحفل، لست أضيق الاسم والاعتكاف، رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. كل دي لأنها كانت مظاهر خارجية. فيبقى إحنا متفقين معاكم إن أعمال الناموس لا تخلص أحدا، مجرد الحاجات الجسدية والظاهرية دي لا. ولذلك بولس الرسول في كولوس 2:16 هاجم هذه الأعمال وقال إن دي ظل الأمور العتيقة، وقال إيه؟ لا يحكم أحد عليكم في أكل ولا شرب، لا يحكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيقة. يبقى الأعمال إذا كانت أعمال ناموس من هذا النوع إحنا موافقين إنها لا تخلص، لأن الخلاص هو بالدم. ده أول نوع من أنواع الأعمال المرفوضة. تاني نوع الأعمال الصالحة للأمميين بدون إيمان، زي كورنيليوس أهو كان راجل صالح وأممي، لكن أعمال بدون دم مش ممكن، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. يبقى الأعمال السابقة للإيمان لا فائدة ليها، أعمال الأمميين الصالحة لا فائدة ليها، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. يبقى أعمال الناموس الأعمال بدون إيمان أو السابقة للإيمان، أو الأعمال البشرية وحديها اللي بتجيب مجد باطل، اللي بنقول عنها في صلاة نصف الليل وبأعمالي ليس لي خلاص، يعني أعمالي المنفصلة عن الله وليست شركة الروح القدس. دول التلاتة دول متفقين ما يخلصوش، لا أعمال الناموس ولا الأعمال السابقة للإيمان ولا الأعمال البشرية وحدها المنفصلة عن الله. لكن في أعمال تاني ما نقدرش ننكر فايدتها. واحد من البروتستانت قال لي الأعمال دي أنا أدوسها بجذبتي. سلامة جذبتك يا حبيبي، قال لي أدوسها بجذبتي. قال يعني للدرجات دي بيحتقر الأعمال؟ طب أنا عايز أقول لك حاجة، شوفوا الآية دي كفاية ترد عليه. المسيح بيقول في يوحنا 15:5 بيقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. إذن العمل اللي بيشترك ربنا معاك فيه تقدر تدوسه بجزمتك وتقول ملوش لازمة؟ ده ربنا مشترك فيه، عشان كده بيقول بدوني ما تقدروش تعملوا حاجة.
خدوا الاعمال اللي هي شركة الروح القدس. بيقول لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم هو المتكلم فيكم. فاذا كان روح ابيكم متكلم فيكم تقول الكلام ده ملهوش لازمة واعمال ملهاش قيمة، ده روح الله هو اللي عمل فيك. الخدمة، بولس الرسول بيقول عن نفسه وعن أبولس بيقول نحن عاملان مع الله. دي هتقول العمل ده مش مظبوط. كل الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان هي نتيجة شركة الروح القدس معاه. فلو أنكرت قيمة الأعمال هتنكر قيمة عمل الروح القدس فيك. أمال إيه فايدة الروح القدس اللي فيك؟ ده الكتاب بيقول الله هو العامل فيكم لأجل المسر، الله هو العامل فيكم. ده بولس الرسول بيقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. فإذا كان المسيح هو اللي بيحيا فيه يبقى أعماله هي أعمال المسيح فيه، يبقى إزاي تنكر قيمة هذا العمل؟ هنا بقى هيبتدي كأن الواحد مش بيهاجم الاعمال، ده بيهاجم الابن وبيهاجم الروح القدس وبيهاجم النعمة. بولس الرسول لما بيقول انا تعبت اكثر من جميعهم ولكن ليس انا بل نعمة الله المعطاة لي. فاذا كان الانسان الصالح بيعمل الصلاح نتيجة نعمة الله العاملة فيه، نتيجة الابن العامل فيه اللي بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا، نتيجة شركة الروح القدس معاه، يبقى ازاي بينكر قيمة الاعمال ده؟ ازاي؟ ده نوع لو اتكلم يبقى اللي هيهاجمه بصراحة هيهاجم ربنا نفسه. كذلك في أعمال أخرى هي ليست عملنا إنما عمل الروح القدس في الأسرار. يعني واحد اتعمد تهاجم المعمودية وتقول مش عايزين أعمال، تهاجم المعمودية تقول إيه مش عايزين أعمال، أقول طب يا حبيبي المعمودية دي عمل بشري ولا المعمودية بعمل الروح القدس الذي يلدنا من الماء والروح؟ يبقى لما تهاجم المعمودية بتهاجم الروح القدس، لأن الروح القدس هو اللي بيعمل معمودية. ألا هي المعمودية بعمل بشري ولا عمل الروح القدس في السر؟ كل الأسرار عبارة عن عمل الروح القدس. تقول ما فيش لا اعتراف ولا تحليل، هقول لك بس الاعتراف والتحليل ده جه منين؟ ده المسيح قال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت لهم ومن امسكتموه عليه امسكت، في يوحنا 20:22 و23. اذا المغفرة بتيجي من الروح القدس، الروح القدس اللي جوه الكاهن هو اللي بيقوم بالمغفرة في التحليل. لذلك احنا الكاهن بيقول في القداس في صلاة سرية يكونون محاللين من فمي بروحك القدوس. يبقى الروح القدس هو اللي بيقوم بعمل المغفرة. يبقى تقول لي اعمال، طب الكهنوت، هو الكهنوت عبارة عن ايه؟ عن عمل الروح القدس في الكاهن. وهكذا تخش في باقي الأسرار. فلو دخلت في باقي الأسرار ووجدت إنها عمل الروح القدس يبقى إزاي هتنكر هذا العمل؟ والآمن فقط وما فيش معمودية. ليه ما فيش معمودية؟ المعمودية دي مش عمل الروح القدس. ما فيش معمودية يعني ما فيش عمل الروح القدس؟ بيهاجم الروح القدس الأخ ده ولا إيه؟ حاجة مش معقولة. كل أعمال الأسرار المقدسة هي عمل الروح القدس في الأسرار.
أشياء تانية اللي هي عمل الله نفسه في الإنسان. الإنسان اللي بيصل إلى درجة التسليم وربنا هو اللي بيعمل فيه، يقول من ذاتي لم أعمل شيء، أنت يا رب اللي عملت. ولذلك في آية لطيفة بتقول إيه، إن الله هو العامل فيكم. ده بيقول أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصر. حتى الإرادة اللي فيك معطاه ليك من الله، حتى الإرادة الحسنة اللي فيك معطاه ليك من الله. أما اللي بيقول الإيمان ويسكت على كده ويقول ما فيش أعمال، فأحب أن أقول له كلمة في أذنه الطاهرة وهي الآتي: الإيمان نفسه عمل بالأعمال. مش أنت بتقول ما فيش أعمال وكفاية الإيمان؟ الإيمان نفسه عمل، ولا هتسميه إيه؟ لما واحد يؤمن مش بيعمل عمل إيمان؟ الإيمان نفسه عمل. طب إذا قلت الإيمان بس وما فيش أعمال، طب هسألك سؤال، بتقول متبررين مجانا بالنعمة، ما دام متبرر مجانا يبقى إيه لازمة حتى الإيمان؟ واللي بيتلخبط عقلكم، أنا كتبت لكم مرة سؤال عن المتبررين مجانا بالنعمة، إيه عملها؟ مجانا يعني مهما أنت عملت مش هتقدر تقوم بعمل الفداء، فيبقى كأن دية معطاة ليك. طيب نيجي نخش في حكاية الخلاص دي. يقول لك يا أخ أنت خلصت، يجي يحدد للخلاص معاد، يكتبه في النوتة بتاعته: خلصت يوم 17 اكتوبر سنة 78 في المكان الفلاني في الاجتماع الفلاني. طب لما انت خلصت بتخطئ ولا لا تخطئ؟ هل دخلت في عصمة اصبحت لا تخطئ؟ مش ممكن، مفيش حد ما بيخطيش، يبقى ما دام بتخطئ يبقى تحتاج لخلاص، يبقى لسه. يقول لك طب انتم مش بتقولوا بتخلصوا في المعمودية يبقى خلصت؟ اقول له لا، دي من الخطايا الاصلية والجدية، لكن الخطايا الفعلية تحتاج لخلاص كل مرة بالتوبة وبالمغفرة وحاجات زي دي. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إذن التوبة لازمة للخلاص، وبصفة إن الإنسان بيخطئ طول عمره إذن يحتاج للتوبة طول عمره، يبقى يخش في حياة التوبة، والتوبة لازمة للخلاص، بدون التوبة لا يخلص أحد. في أسرار لازمة للخلاص، يعني على الأقل ثلاث حاجات أساسية: الإيمان والمعمودية والتوبة. الإيمان والمعمودية والتوبة. وأيضا سر لازم جدا للخلاص، وهو سر المسحة المقدسة اللي هو حلول الروح القدس فيك، لأن بدون حلول الروح القدس فيك لا يمكن تعمل اي عمل صالح. ده الروح القدس نفسه هو اللي بيبكتك على خطية، والروح القدس هو اللي بيقودك للحياة الصالحة وللحياة الروحية الى اخر. طول ما انت في حياتك انت في حرب، حرب روحية، والحرب لم تنتهي بعد،
لذلك لا تستطيع أن تتكلم عن الخلاص الكامل إلا في نهاية سيرتك. عشان كده الكتاب بيقول انظروا إلى نهاية سيرتكم، وعشان كده الكتاب بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف، وبيقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب. فكلمة تمموا خلاصكم بخوف ورعب اللي قالها الرسول في الرسالة إلى فيلبي إصحاح 2، يبقى خلاصك لسه ما تمش. تمموا خلاصكم بخوف ورعب، أو سيروا زمان غربتكم بخوف. خوف ليه؟ بيقول لك لا تستكبر بل خف. الشيطان بيحاربك، والحرب الروحية ده موجودة في أفسس إصحاح 6، وبيتكلم على الأسلحة الروحية وكيف تصمد أمام مكايد إبليس وأمام حروبه. إذن دي حاجة لازم تاخد العمر كله. وبيقول لألا يفقد أحد إكليله، لألا تتزعزع منارتك من مكانها. بولس الرسول بيقول لألا بعد ما كرست لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة. يبقى لازم يجاهد الإنسان، لأنه زي ما قال لأهل غلاطيا في ناس بدأوا بالروح وكملوا بالجسد. لازم الإنسان يجاهد في حياته ولا يغتر ولا يستكبر، لأن في حاجات اسمها الارتداد. يا ناس ارتدوا، ده بولس الرسول الكثيرون من الذين كنت أذكرهم لكم من قبل أذكرهم الآن وأنا باكي، وقد صاروا أعداء صليب المسيح. في ناس بيرتدوا، يعني دي ناس اللي قال تركانوا أحب العالم الحاضر، ده كان بيذكروا أحيانا قبل لقى الإنجيل في رسائله، ويذكروا أحيانا مع لوقا ومرقس وأرستارخوس والناس الكبار دول. لا تستكبر بل خف، ما تقفش تقول خلصت وما خلصتش. يا ناس افتخروا وافتكروا انهم ملقانين بالروح ووقعوا. ده في رؤيا إصحاح 13 يقول عن الشيطان أو عن الوحش إنه أعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. ده إحنا مصارعاتنا ليست مع لحم ودم، ده مع أجناد الشر الروحية. فما يجيش إنسان يقول أنا خلصت، أنت لسه بتجاهد لسه بتحارب، ما نعرفش إيه نتيجة الحرب. نيجي بقى نجاوب على سؤال بيقولوه، بيقول لك الخلاص قد تم والخلاص بالدم. ده تعبير بلاموسي مشهور تلاقوه في كتب عوض سمانة ومعظم، يقول لك الخلاص بالدم والخلاص ايه قد تم. انا بس عايز اناقش العبارتين دول عشان نفهم. من جهة الخلاص بالدم، يعني نحن نوافق جميعا ان الخلاص تم بالدم. الخلاص بالدم ده عمل المسيح، ولكن كيف تنال انت هذا الخلاص؟ يعني في عمل عمله المسيح من اجلك، كيف تنال نتائجه؟ بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اذا تناله بايه؟ بالايمان. يبقى ما تقولش الخلاص قد تم وتسكت، لازم تآمن. تاني حاجة في مرقس 16:16 بيقول من آمن واعتمد خلص. ياريت تحفظوا الآية دي والشاهد بتاعها، لأنها آية مهمة جدا جدا. مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص.
وفي تيتوس 3:5 بيقول ايه؟ لانه بمقتضى رحمته خلصنا، لا باعمال في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. غسيل الميلاد الثاني ده هو المعمودية، وتجديد الروح القدس عمل الروح القدس فيك عشان تعمل حياة روحية سليمة وتنال التجديد أيضا في هذا الغسيل. وبعدين أنت لازم لك الإيمان والمعمودية والتوبة، لأن في لوقا 13:3-5 بيقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى لازم الإيمان والمعمودية والتوبة. بل إن بطرس الرسول في يوم 50 لما الناس نخسوا في قلوبهم، يعني أمنوا وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة، قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. إذن لابد تتوب وتعتمد. يجوا هم يهاجموا المعمودية ويقول لك المعمودية دي لغسيل الجسد. غسيل الجسد ايه؟ هو حمام. من احسن الايات التي ترد على كلمة غسيل الجسد دي في اعمال 22:16 لما شاول الطرسوسي بعد ما امن بالمسيح ظهر به المسيح اختاروا الرسول للامم كل دي وبقى اناء مختار، قال بعتوا لحنانيا الدمشقي. حنانيا قال له ايه؟ قال له ايها الاخ شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. اذا مش غسيل جسد ده، غسيل من الخطايا. قم اعتمد وايه؟ واغسل خطاياك. الناس اللي بيتكلموا على حاجات زي غسيل الجسد دول ما بيقروش الكتاب المقدس، عيبهم انهم ما بيقروش. يقول لك انجيليين وما قروش الانجيل. طب ما هي موجوده كده، قم اعتمد واغسل خطاياك. وهذا الغسيل الكتاب يسميه حاجه تاني، يسميه غسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس في تيتوس 3:5. مش غسيل جسد ده، غسيل الميلاد الثاني. لأن في يوحنا 3:5 بيقول من لم يولد من الماء والروح لا يمكن يدخل ملكوت السموات. إذن ده الميلاد الثاني اللي بيتغسل، غسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. تقول لي خلاص قد تم. طيب شوفوا نقرا سوا شوية حاجات. في عبرانيين 2 بيقول كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. طب ما في خلاص وضع الرب وجايز احنا نهمله ولا نعمل به. كذلك نحن ننتظر خلاصا من السماء نتخلص به من هذا الجسد الفاني وهذا التراب يلبس السماوي ويبقى الخلاص اللي يتم في الأبدية. يقول وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي الديان العادل في ذلك اليوم. بيقول من يصبر إلى المنتهى
فهذا يخلص. نقرأ بطرس الأولى 1:5 آية لطيفة وكويسة. بيقول إيه؟ أنتم بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. طب ما دام خلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير يبقى تم إزاي؟ لو كان تم وانتهت الحكاية يبقى بقى كل واحد يعيش زي ما هو عايز والخلاص قد تم وانتهت. لا، ده في عمل عمله ربنا من أجلك، ولازم عمل تعمله لكي تستحق هذا الخلاص ولكي تنال هذا الخلاص. لكي تستحق هذا الخلاص الذي تم على الصليب ولكي تنال هذا الخلاص الذي تم على الصليب. لأن في خلاص تم على الصليب، ولكن هل كل الناس خلصوا؟ لا، لأنهم لم يسلكوا في الطريق لنوال هذا الخلاص. بولس الرسول لما بيتكلم على خطأ كورنثوس اداله عقوبة، بيقول لكي تخلص الروح في يوم الرب. هو الحكاية لكيف تخلص الروح في يوم الرب. ساعات يقول لك في آية في سفر الرؤيا 1:5 بتقول غسلنا بدمه، فبيقول لك المهم في غسيل الدم مش في غسيل المعمودية. شوفوا يقول ايه، يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من اموات ورئيس ملوك الارض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. هو نحن غسلنا بالدم في المعمودية، يعني كيف تغسل بدم المسيح؟ بيجيب لك الدم فعلا وبيغسلك به. أنت تغسل بدم المسيح في المعمودية، لأن في المعمودية نموت معه ونقوم معه، يبقى أنت بتغسل بدم المسيح في المعمودية. زي ما بتغسل بدم المسيح في التوبة، ما دم المسيح بيغسلك من كل خطية، غسلك من خطاياك الأصلية في المعمودية وبيغسلك من خطاياك الفعلية في التوبة. في الجزء ده في الخلاص. شوف الأخوة البروتستانت يقولوا إن الكتاب المقدس بس، ولا يؤمنون بالتقليد. اللي عايز اقوله ليكم اولا ان التقليد موجود قبل الكتاب المقدس. ازاي؟ اقدم ما كتب في الكتاب المقدس، مش نقول اسفار موسى الخمسة، موسى الخمسة موسى عاش قبل المسيح 1500 1400، لانه عاش 120 سنة. طب 1400 او 1500 قبل المسيح، ضبط الاهرامات 3500 قبل موسى ب 2000 سنة كان العالم، وقبل الاهرامات كان العالم عايش ازاي طول المدة السابقة دي. العالم كان يعيش بالتقليد قبل الكتب المقدسة، سواء في العهد القديم او في العهد الجديد، لان الانجيل لم يكتب على طول. ده فين لما كتب الانجيل؟ هضرب لكم شوية امثلة.
هابيل لما قدم ذبيحة عرفها منين؟ ما كانش فيه وصية مكتوبة بتقول قدم ذبيحة، عرفها من أبوه آدم، وأبوه آدم عرفها من ربنا، ما مش ممكن جت إلا بالتقليد. وإزاي بني مذبح؟ بعد كده نوح بيقول قدم، بعد ما الفلك رسي قدم محرقات من جميع الحيوانات الطاهرة. أنا عايز أقرأها لكم دي بالنص عشان تشوفوها معايا، لتكون 8 في آخر الإصحاح. بيقول وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرب. منين عرف فكرة المذبح؟ ومنين عرف ان الحيوانات دي طاهرة ودي مش طاهرة؟ ومنين عرف انه لازم يقدم محرقات من الحيوانات الطاهرة والطيور الطاهرة؟ بالتقليد. موسى ده لسه بدري على موسى، ما كانش جات ايامه ابدا. وايوب برضه لما قدم محرقات عن اولاده، ما ده كان قبل موسى بكتير. خذوا مثلا حكايه العشور في تكوين 14، يقال عن ابراهيم انه قدم العشور لملكي صادق كاهن الله العلي. وانا اروح واقف قصاد سؤالين هنا، كاهن الله العلي منين عرفتوا فكرة الكهنوت دي؟ ده ابراهيم لسه موسى ما جاش. فين ابراهيم جاب اسحاق، واسحاق جاب يعقوب، ويعقوب جاب الاسباط، ومنهم سبط لاوي، ومنهم اولاد هارون. فين لما جه موسى؟ لسه بدري. منين عرف ابراهيم ان ده كاهن الله العلي؟ ما كانش معروف الكهنوت الا بالتقليد يعني. ومنين عرف ان العشور تقدم للكهنة؟ جابها منين دي؟ وصايا العشور دي قالها موسى بعدين، لكن احنا في زمن ما قبل موسى. بعدين بقى في تكوين 28 نلاقي يعقوب لما شاف السلم السماوي قال له يا رب انك انت لو رجعتني الارض بسلام اعشر جميع اموالي. هنا بيقول عشور، غالبا خدها من جده ابراهيم دي معقول. وابراهيم خدها منين؟ من تقليد غير معروف. خدوا مثلا بولس الرسول بيتكلم على الاثنين السحرة اللي قاوموا موسى، بيقول كما قاوم يانيس وإمبريس موسى. طب جبت اسم يانيس وإمبريس فين دول؟ تقرا سفر الخروج وسفر العدد ما تلاقيش الاسمين دول ابدا. دي حاجات جايه من التقليد. خدوا مثلا فكرة الختان. الختان كان معروف قبل موسى، ده موجود في تكوين 17. ربنا قاله لإبراهيم، وإبراهيم قاله للأجيال اللي بعديها، وما كانش فيه شريعة مكتوبة في ذلك الحين خالص. نيجي مثلا للمسيحية، نقول كيف أمكن تقديس يوم الأحد؟ والبروتستانت بيقدس يوم الأحد، جاية منين؟ جاية من التقليد برضه. ما تلاقيش آية صريحة إن يوم الحد ده يوم السبت، لكن أخذناه بالتقليد من تقديس الرسل ليوم الأحد. نيجي العملية مثلا زي تدشين الكنائس.
أنا أستغرب جدا لما أجد أن أبانا يعقوب أبا الآباء لما شاف السلم اللي واصل بين السماء والأرض قال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وأخذ الحجر اللي كان تحت رأسه وأقامه وصب عليه إيه زيتا وسماه بيت إيه يعني بيت الله. أول حاجة بيت الله لأول مرة تذكر كلمة بيت الله، وربنا ليه بيت أول مرة في الكتاب تذكر بيت الله، عرفها منين؟ وعرف منين أن يقدس المكان أن يصب عليه زيتا ويدشنه؟ عرفها منين؟ العالم كان يعيش في القديم قبل الشريعة المكتوبة قبل الكتاب المقدس عن طريقين ماشيين مع بعض، الوحي والتقليد. الوحي كلام الله للناس، والتقليد ان جيل يسلم جيل، جيل يسلم جيل. وزي ما قلت لكم ان التقليد سبق الكتاب المقدس، وكان الناس بيعيشوا قبل الكتاب المقدس سواء العهد القديم او العهد الجديد بيعيشوا بالتقليد. تقليد يعني التراديشن، مش تقليد واحد بيقلد واحد، لا ده زي واحد تقول يقلده ربه يعني يديله حاجه يفهمها يعلمها. كذلك يجي المسيح يقول لتلاميذه ايه في اخر متى 28، شوف قال لهم ايه، قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم ماشي، وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس ماشي، وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. طب ايه جميع ما اوصيتنا به؟ ما كتبش، ما تكتبش في الكتاب ابدا، يعني ايه كده تلاقيها في سفر اعمال الرسل اصحاح واحد ان المسيح قضى مع التلاميذ 40 يوم يحدثهم عن الامور المختصه بملكوت الله. طب يا ابي القديس لوق اللي كتب سفر اعمال الرسل 40 يوم قضاها المسيح يتكلم عن الامور المختصه بملكوت الله، ما تكتبهاش لينا؟ ايه هي الامور دي؟ اسلمها المسيح للتعليم الشفاهي، قال لهم علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به. فاصبح التقليد ينقسم الى نقطتين اساسيتين. النقطة الأولى هي التعليم الشفاهي، يعني يوحنا الرسول في آخر رسالته الثانية وآخر رسالته الثالثة يقول في كلام كتير عايز أقوله لكم، لم أرد أن يكون على بحبر ورق لكن أريد أن أكلمكم فما لفم. ففي كلام كتير بالتعليم الشفاهي. المسيح كان بيعظ ويملأ الدنيا وعظ، كل عظاته لم تسجل، حاجات بسيطة اللي كتبت. الرسل كل تعليمهم لم يسجل، كان التعليم الشفاهي. طب ايه الحاجة التانية؟ الحاجة التانية التعليم الذي صار حياة الكنيسة. يعني ايه حياة الكنيسة؟ يعني ربنا جه في سر الافخارستية وقال لهم اصنعوا هذا لذكري. طب نصنعه ازاي يا رب؟ نصنعه ازاي؟ في ال40 يوم قال لهم ازاي يصنعوه، ايه القداس اللي يعملوه؟ ما كتبوش الحاجات دي، لكن صار هذا الامر جزءا من حياة الكنيسة، وفضلت الكنيسة تمارس هذا السر ويسلمه جيل لجيل
بدون ما يكتب ايه طريقة هذا السر. او مثلا قال لهم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، طب ايه طريقة العماد؟ ازاي الواحد يعمد واحد؟ الهنهم شافوا وهم مارسوها وصارت جزءا من حياة الكنيسة، وجيل بيسلم جيل هذه الحياة. فالتقليد تقول عليه التسليم الرسولي، تقول عليه ايضا حياة الكنيسة الاولى التي عاشت فيها عمليا وسلمت جيل لجيل. مش معقول الكتاب المقدس يتحول لكتاب طقوس ويعلمك ازاي تعمل سر الافخارستية وازاي سر العماد وازاي سر المسحة المقدسة. المسحة المقدسة مثلا تجدها في يوحنا الاولى الاصحاح الثاني اية 20 واية 27 ان لكم مسحة مقدسة. طب ازاي بيتمسح الواحد مسحة مقدسة؟ وايه هي المسحة؟ صارت جزءا في حياة الكنيسة، صارت جزء في حياة الكنيسة، والكنيسة اخدت تجيل عن جيل لغاية ما وصلت لينا. صدقوني حتى البروتستانت اللي بيقولوا ما فيش تقاليد، عندهم تقاليد برضو. يعني هم لما بيجوا يعينوا شيخ من الشيوخ مش لها صلوات معينة؟ ولا شيخة ملهاش صلوات معينة؟ ليه؟ لما بيعمدوا واحد مش لها صلوات معينة؟ حتى ان رشوا بشوية مية هو بيرشوا ما بيقولش كلام، وكلام محفوظ ومعروف، ما معروف في تقاليد معينة وفي نظم موجودة. بس نيجي عندنا احنا ونقول لا، طب ما كله في تقاليد. نكتشف كده اتفضل.